احنا اول يوم لنا هنا والاجواء كثير حلوه. قمنا بتسجيل المهرجان، اخذنا البجات وعم نحضر حالنا للمشاركه في السيشن وحضور الافلام. كثير حلو هون الجو، انه كل حدا بيحب الدوكيومنتريز بيجي بيحضر، حتى المقيمين هون، يعني مش بس اللي مثلنا اللي جايين من دول تانية، حتى كمان المقيمين بأهل شفل بيجوا بيحبوا يحضروا وياخذوا تيكت لحتى يحضروا أفلام يعرفوا هذا الأفلام الجديدة. احنا اليوم باليوم الثاني من المهرجان، واليوم عندي عدة أشياء لازم أعملها. بدي أشوف مجموعة من الأفلام، وعندي مجموعة من الميتينجز مع صناع أفلام وبروديوسرز وديستريبيوترز، وفي نفس الوقت راح أتعرف على معالم المدينة وأتعرف على الناس الموجودين هون. برامج تبادل ثقافي كثير مهمة للشباب بالأردن، لأنه بتعرف الفيلم ميكر أو السينماتوغرافر على كثير شخصيات جديدة، منهم بروديوسرز، منهم دايركترز، منهم شركات. ثاني إشي، في كثير سيشنز عم ناخدها عم بتعرفنا بالضبط مثلا كيف نعمل الشورت فيلمز، كيف نعمل الفول فيلمز. هاي السنة الثالثة اللي عم نشارك في مهرجان شفل الأفلام الوثائقية بدعم من المجلس الثقافي البريطاني. عم بيكون للهيئة الملكية للأفلام تواجد حتى نختار مجموعة من الأفلام حتى تعرض في عمان. ما يزيد عن 200 فيلم أو 200 مشاركة موجودين هنا بالمهرجان. يمكن هذا الإشي بصعب مهمتنا نوعا ما، حتى نطلع نختار مجموعة يمكن 3 أو 4 أفلام أو حتى 5 أفلام حتى تعرض في عمان. احنا سعيدين جدا هذا العام انه عندنا فيلمين قصيرين لمخرجين افلام اردنيين تم انتاجهم ضمن برنامج تدريبي مع المعهد الاسكتلندي للافلام الوثائقيه بإدنبرا والهيئه الملكيه للافلام وايضا المجلس الثقافي البريطاني في الاردن، ويمكن مشاهده هذول الافلام ضمن المنصه الالكترونيه لمهرجان شفيل للافلام الوثائقيه، ويعد واحد من اهم مهرجانات الافلام الوثائقيه على مستوى العالم. مبادرة مهرجان شفيل مبادرة مهمة للهيئة الأمريكية الأردنية للأفلام. أهمية هاي المبادرة وجود صناع الأفلام الأردنية في مهرجان شفيل بيعطيهم فرصة إنه يتعرفوا على صناع أفلام من غير بلاد، بيعطيهم فرصة إنهم يحضروا أفلام عالمية أخرى، وطبعاً بيعطيهم فرصة إنه يشاركوا في الفعاليات اللي بتقوم حول المهرجان.